أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. ربيت الغباء يفتح. كل أضوية البيت مشعولة، كل أضوية المشعولة، يخرب بيتكم من حالكم. ولك كله مشعول، يخرب بيتكم من حالكم. بكرة تجيني فاتورة الكهرباء تخرب لي بيتي، يخرب بيتكم من حالكم. الله، أنا اشتقت البيت كتير، بس رح أعمل تحت منين كان حمد؟ إيه من هنيك. قولي أنا فارت بالطريق السفر، بدي أرتاح بس، عيف وندوش. شو أستاذ؟ تركت شنطة إلي دخلتها جوا، مين لازم دخلت شنطة أنا ولا أنت؟ خرب بيتك من حالك. لا بتركلي هون وبروح كمان حشرة. أنا بفرجيك يا عبادة. ها المرة دخلتها شو فرد جيبي دخلها كمان؟ وراح عم تحكي على القضية، مو على أساس أنت آخر واحد طلعت من البيت طفيت كل القضية؟ صح، حتى أنا بتذكر، حتى أنا بتذكر بوي هو آخر واحد وطلع قفل الباب ومشي. ليش بمشي للشاي؟ إيش بدأت أنا ام عبوشه، قومي عاملي لنا كاسه شاي من تحت اجريكي، قصدي من تحت ايديكي، تكون اكرك عجم عشان نروق فيها اعصابنا بعد طريق السفر هذا. الله يعطيك العافيه. اي متكرم عيونك، انا كان ابعو بدا عندي، ليش ثواني بس تكون جاهزه. طال ما عاد يشتغل، شو بالروتاش؟ اولي 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 جني 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 عفريت، انا شفته بالمطبخ، شو هالطب بابوجي، بيتنا طلع مسكون. طولي بالك طولي بالك، انت اكيد عم تهيألك، ما مسكون اكيد امي عم تهيألك، انت اكيد عم تهيألك من التعب من طريق السفر، البيت ما فيه شيء، تقولي انت عم بقول لك شفته بعيوني وضربته بالبابوج، بابوجي انا، بتقولي عم تهيألك. صح، وانا برايي خلينا كلياتنا نقوم ننام، لانه كلياتنا تعبانين من طريق السفر وصار لازم نرتاح، مالكم تناموا انتو. يو شو بهاد؟ منجودة؟ طب شو بهاد؟ ليش عم بمشي هيك مثل المجانين؟ أكيد مرهق من طريق السفر، يلا كل على النوم، يلا. ولح مجودة نايم، نوم أهل الكهف إن شاء الله. مين صرخ علي؟ ما في حدا إلا شكله أنا عم بتهيالي، أنا أكيد عم بتهيالي أكيد. ولك رجعت نمت، ولك نوم أهل الكهف عم بقول لك قوم، يلا أصحى قوم. مين أنت؟ أنت مين؟ وينك أنت وينك؟ أنا قريب منك كتير، أنا جواتك، إيه جواتك. شو؟ جواتي؟ يخرب بيتك. مين؟ إيش فيك؟ مين؟ إيش فيك؟ هجموه. عفريت، أنا شفته بعيوني، نيجي بالغرفة، الغرفة كان يجري حكى معي، أنا سمعته والله. شو؟ معناها صح؟ أنا ما كان عم تهيألي، ولك مجودي ناقصك أنا. تعال نام هون، يخرب بيتكم من حالكم، أنا بنام غرفتك، تعال خبطوا هالليلة على خير، يخرب بيتكم، لسا كل واحد بده بقول لي شي، تعال أنت نام هون، أنا رايح نام غرفتك، مضلونا هالليلة على خير بس يلا. خدوج
خدوج ولك نايم نوم أهل الكهف إن شاء الله. أمي وليك يلا يلا. مين؟ مين هاد اللي حكى معي؟ مين هاد؟ قولي قولي انت اجا معك هون؟ عبادة عبادة لا عبادة ايش في؟ ايش فيك يخرب بيتك؟ عبادة عبادة عفريت 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 واقف عند الباب. شوف 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 عند الباب. نعم انا عفريت مع عفريت. وينه؟ وين؟ يخرب بيتك بيتي لا عفريت ولا في شي. دي كانت مجودة صار عم تشوفينا مجودة عفريت. نعم شو مجودة مجودة؟ انا شفته بعيوني عفريت. شوي لك ايه والله هاد مجودة. لك بس شلون هيك؟ انا شفته بعيوني كان واقف هون عفريت جني. لك ما كان واقف مجودة. قولك حاجة تقولي جني وعفريت يخرب بيتك من حالك زعلتي الولد ومشي عجبك. مجودة صار عم تشوفيه جاي نامي نوم اهل الكهف لوقت ما رضيه. مجودة 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 اوف بابا انت لسه فايق؟ طبعا فايق طبعا فايق. وبينك عم بتابع فيلم اكشن. فيلم اكشن على كيف كيفك على المالية حماس. ما مثل هاي النايمة جوا يخرب بيتها من حال على الوجه ولك وجه بقطع الرزق. بعدين انت هنا مجودة بتدور عليه؟ مجودة نايم جوا جنب امك. شو؟ ولك انا نايم ما نايم؟ لحظة شوي اذا مثل ما عم بتقول انت نايم لكميكا عندها الله هيك بالغرفة وبعدين زعل وراح مشي عدم نور لازم. قولك الله يخرب بيتكم من حالكم. ولك من مين قلقاها انا؟ من امك اللي سألتني حالة شافت عفريت ولا من هذا المجنون الصغير ولا هذا بيجي يقول لي هلأ كان هون؟ يعني شلون بده يمرق من قدامي وما اشوفه انا عين شفاف ما عم شايف كل هاد؟ روح فراسك ونام بأمر قولنا هالليل على خير. اكيد انت كمان مرهق من طريق السفر. روح قولك هم بقول لك شفته بعيوني. لك شفته بعيوني حكيت معه بعدين عند. طيب انت مو عم بتقول نايم بالصالون وين نايم جنب امي؟ انا رايح اشوف بدي اتاكد ضروري. يو شبك انت؟ ليش قاعد تحكي مع حالك؟ جنيت يعني شو الاخذ احتياطاتي؟ لحظه شوي ركزي معي. هلا انا وانت مو شفنا مجودة كان واقف هون وبعدين عدى من قدامي قدامي قدامك وراح هيك؟ اي ما انا مش هيك فياتك لاني شفت جني محل ما فياتك. يا عيني عليكي طلعت ادور عليه بالكريدور ما لقيته. طلعت بغرفته ما لقيته. طلعت بالصالون طلع نايم بغرفه الصالون. ايوه ايش قصدك يعني انت؟ اسمع ولا هتخوفنا اكثر ما نخوفينها من غير شيء. انا بدي اقوم ادخل على الحمام مع بس ارجيك. اسمع بما انك انت لبالك وفايق لا تنام. استناني بس اقوم ادخل على الحمام واطلع ماشي؟ ما بتنام ما استناني هون لحظه بدخل واطلع. يلا بدي اعيد الباب مفتوحه. يعني خلاص اتأمرتوا علي لسكروا واحد بتقول لي عفريت. ولك شبك وندك وين العفاريت؟ انا ليش ما عم بشوف وين العفاريت؟ رايح اطلع بالحمام لاشوف وين العفاريت اللي شفتيهم انتي. وين العفاريت؟ ما في شيء ما في شيء. لك والله انا كنت عارفه انت بتاكد انه ما في شيء. انا عندي بالبيت شرط بصري ما عندي ولاد. ولك خدوج اسمعوا لا انتوا وياها كلمة ولا اضغطاها. لا عاد بدي اسمع كلمة عفاريت بالبيت ولا بدي اسمع كلمة جن بالبيت. من وقت ما جينا لهالله وانتوا عم تهيئكم شغلات بالبيت هي ما عم بتصير من الاصل. انتوا مرهقين من التعب الحمام ما فيها شيء. من وقت ما جيتوا لهالله عم بتطلعوا لي شغلات ما عم بتصير. هلا بتناموا ما بدي اسمع اصواتكم مطول طول طول. مضوا هالليلة على خير. يلا عم نام مباشرة طلع برا وافيها. يلا
غفلتوني غفلتوني هيك تيبست. لحظة، الكلب مجودة؟ مجودة وين رايح؟ مجودة؟ لك لك هذا مجنون شي، فتح باب البيت ومشي. أم عبادة يخرب بيتك على هالتغرفة المخلفتية، صار نص الليل يخرب بيته وين راحت؟ لك لك ترك الباب مفتوح كمان. تعال هون، وين رايح انت يا مجدوب؟ لك مجودة، مجودة وين راحت؟ ايش اختفى يعني؟ والله ما في حدا، ما راح يمشي الساعة. انت شو بتعمل عندك هون؟ لحظة لحظة، انا بلشت اشك، انا عم بستخلو بستخلو ما عم برد علي. لا بس لازم اجيبه، هاد مجودة مجودة.